كيفية معرفة إن كان ألم الذراع الأيسر له علاقة بالقلب؟ يمكن أن يحدث ألم الذراع الأيسر للعديد من الأسباب المختلفة والتي تتدرج ما بين مجرد إجهاد عضلي بسيط ووصولا للنوبة القلبية. يمكن كذلك أن يحدث الألم نتيجة لمشكلات الجلد والأعصاب والعظام والمفاصل والأوعية الدموية بهذا الذراع. ولتحديد ما إذا كان ألم ذراعك الأيسر له علاقة بالقلب، فعليك بالنظر في عدد من العوامل التي ترجح هذا الافتراض أو تستبعده. تمييز النوبة القلبية: قدر مدى شعورك بالألم. غالبا ما يشبه الألم المرتبط بالنوبة القلبية الشعور بضغط أو اعتصار. لاحظ الأعراض الأخرى غير الألم بجانب ألم الذراع والفك والرقبة والظهر. توجد أعراض أخرى يمكن أن تحدث مع النوبة القلبية، وتشمل هذه الأعراض غثيان، دوار أو دوخة، عرق بارد، قصر النفس أو صعوبة في التنفس بسبب ضيق الصدر. إذا كان لديك أي من الأعراض السابقة بالإضافة للألم، فمن الأفضل أن تذهب للطبيب بأسرع ما يمكن حتى تطمئن لاستبعاد احتمالية النوبة القلبية. اتصل بالإسعاف إذا كانت لديك أعراض النوبة القلبية. اخضع لسلسلة فحوصات تشخيصية. تقييم الألم: لاحظ مدة بقاء الألم. إذا استمر ألم ذراعك الأيسر فترة قصيرة جدا، فمن المستبعد جدا أن يكون سببه متعلقا بالقلب. ضع في حساباتك أن ألم ذراعك الأيسر قد يكون له علاقة بالذبحة الصدرية. لاحظ الأعراض الأخرى بجانب ألم الذراع الأيسر. انتبه لأي مناطق أخرى تؤلمك. هذه أحد أدق الطرق لتحديد ما إن كان ألم ذراعك له صلة بالقلب أم لا، وتحدد أيضا ما إذا كان مشكلة خطيرة. من المرجح للنوبة القلبية أن يصاحبها ما يلي: ألم شديد وفجائي في الصدر ينتشر نحو الذراع الأيسر، ألم وشد في الفك وعادة الفك السفلي تحديدا، قد يحدث في جانب واحد فقط أو كلا الجانبين، ألم ينتشر للكتفين ويسبب شعورا بثقل وضغط على الصدر والكتفين، ألم خفيف في الظهر ناتج عن ألم الصدر والفك والرقبة والذراع. تذكر أن النوبة القلبية يمكن أن تحدث بصمت، فلا يصاحبها ألم شديد. الانتباه للأسباب غير المتعلقة بالقلب: لاحظ أي ألم مرتبط بتحريك الرقبة. لاحظ إذا وجد ألم يحدث عند التحريك الكتف. ربما كان الأمر متعلقا بمشكلة في الأعصاب. قس ضغط الدم ونبضات القلب. فكر في تشخيصات أخرى محتملة لألم ذراعك.